أشكر كافلي لدعمه لي الذي أتاح لي فرصة حفظ القرآن الكريم. تقبل الله منه هذا العمل وبارك الله في رزقه حتى يتسنى له كفالة أطفال آخرين مثلي. اللهم آمين. لا تنسونا من دعائكم مثلما أنت حاضر دائما في دعوتك. سأقرأ عليكم من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم. جزاكم الله كل خير.